الاكسرسايز كالاتي، حاجات سيمبل، متني ركبتين على السرير وافردهم 8. لا غلط، لان انت كده بتعمل تحميل على الظهر بشكل اكبر. خلي الكعبين لامسين في السرير فردا وثانيا وبس كده، ده البدايه. فهمت؟ واحد، يلا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. طيب التمرين اللي بعده، خد الركبتين على بطنك وانزل مكانك. ثمانية، لا الركبتين، اخد الركبتين من غير ايدك المرة دي، اكسرسايز. سيب، ننزل على المتني. واحد، اللي بعده. اثنين، جدع. ثلاثة، جدع. أربعة، خمسة، ماشي. اللي بعده، طبعا التصعيب ده انك تضم الركبتين لبعض، ده مهم يعني. ممكن مش لازم في الأول، بعد تاني أسبوع أو أول أسبوع، خلص أسبوع وبعدين نبدأ إيه؟ غلس. اللي بعديه هترفع وسطك لفوق، بس الأول اتني زيادة. ارفع الوسط لفوق 8. في ألم؟ حلو، ننزل. لو كان في ألم كنت هتنزل بالمستوى لأقل شوية. يعني أنا بس من غير ما إيه، نضم جامد. كان في ألم؟ طب تمام. لا لو كان في حتة لما تيجي ترفع وسطك، افرض أنا رفعت عند الليفل معين في ألم، انزل على الليفل ده. عايز اقل منه شويه، بحيث ان انا بحاول اعمل التمرين في حدود الالم، لدرجه ان لو في حد عايز يطلع، يعني مثلا في ناس اول ما يجي يطلع يبقى في الم، اقول له قبل ما تطلع اكنك هتطلع ورخي. يعني جاست انكبت بس. يلا كمل كمل كمل، ارفع. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، برضو خمس، بس برضو هنعمل في البيت عندك 10، وممكن تبقى كاتب مجموعتين. كل مجموعه الواحده 10 تكرار. المجموعه الواحده 10. لا المجموعه الواحده 10 تكرار، انا خمسه عشان بس الفيديو. ماشي. انا فاهمك دلوقتي. لكن عايزين 10 مش 5. تمام. ماشي. الشكل الثاني الوسط ده وده تمام، يتضغط على السرير. دوس لقيتني ركبتين. دوس بالحوض. دوس بالحوض. خلي ايدك على بطنك. دوس بالحوض لتحت. ايوه. سيب، تاني، دوس، حلوة دي، دوس، سيب، تاني، دوس، سيب. فهمت الفكرة؟ هتدوس قد ايه؟ 5 ثواني. تمام. التمرين الأخير، ارفع ده، ارفع 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 ارفع، انزل على ايدي، انزل على ايدي، اضغط، انزل 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 خالص، تمام؟ اضغط على ايديا في نص ظهرك، احنا بنحط الايد في القرش الطبيعي في الظهر. تمام؟ وببرس بضغط. 1 2 3 4 5 ارخي. ادي واحد، تاني. يلا. 2. اللي بعده، دوس. او بقى مكان ايديا نعمل ايه؟ فوطة مبرومة ونحطها على المكان. عادي. يلا كمل كمل. فوطة مبرومة، تمام؟ وبتحطها في المكان ده وتضغط بالطريقة اللي أنت شفتها دي. ماشي، دي مهمة جدا دي. وبتضغط برضه 5 ثواني 10 مرات، بعد كده تعمل مجموعتين ثلاثة. آخر حاجة تفرد ركبتين، هتقوم تبص على مشط رجلك وتنزل 8 مرات، نص قومة مش قومة كاملة. بس واحد. ده البداية. بعد أسبوع يبقى نص قومة، بعد أسبوع يبقى قومة كاملة. يعني في خلال أسبوعين المفروض تعمل تمرين البطن الطبيعي اللي هو قوم ونام. كمل. كده كام؟ 4. ساعدنا للقاء، اعمل ده وقول لي رايك بعد التليفون.